الو. مع سيادتك يا باشا. اتفضل. ايه اللي حصل؟ اللي حصل يا باشا اول امبارح طلبة من المدرسة عملوا مشكلة بره. ماشي معايا سيادتك؟ مع سيادتك يا فندم. عملوا مشكلة بره فطلعت فضيت المشكلة دي وكل واحد راح لحاله. جم امبارح عملوا نفس المشكلة ودول استعانوا بناس ودول استعانوا بناس. طلعت جبتهم من بره الطلبة بتوعنا دخلتهم المدرسة والناس الغرب مشيتهم. معايا سيادتك؟ مع سيادتك يا فندم. فلما مشيت الناس دي ومشيت الناس دي خدت الطلبة على مكتب الأخصائي الاجتماعي عشان العيال دي تتفصل. فجه الأستاذ اللي قام بمدير المدرسة رفض إن هو ياخد أي إجراء مع الطلبة. هو مش حضرتك يا فندم مسؤول عن المدرسة ديت؟ يا باشا أنا كنت قائم بالمشرف بالإشراف. أستاذ سعيد عبد الجواد كان قائم بأعمال مدير المدرسة. فهو الاعلى من حضرتك يعني اللي هو له القرار، هو صاحب القرار. فحضرتك انا استعنت بالتربيه الاجتماعيه التربيه الاجتماعيه عشان يفصلوا العيال دي لان مش اول سابقه لهم. مش اول سابقه لا. عملوا كم واقعه قبل كده يا فندم؟ طمني. مليون واقعه يا باشا. مليون واقعه. مليون واقعه. ومتسابين ليه يا فندم؟ يا باشا مفيش حاجه في ايدينا نعملها. يعني انا بقول لسيادتك على الهواء مفيش حاجه نعملها بايدينا. ده لسه وكيل وزاره بيقول لنا انه في اجراءات قانونيه وعقابيه وحاجات وترتيبات. يا باشا في اجراءات عقابيه وقانونيه وكل حاجه سيادتك. انا عندي في درج المكتب في المدرسه بلاوي سودا. بمعنى ايه يا فندم؟ بلاوي سودا من الطلبه اللي جاي بمقوى واللي جاي بسكينه واللي جاي بمقص واللي جاي بموس. هما جايين يتعلموا ولا جايين يتخانقوا؟ يا باشا عشان احمي اولاد الناس اللي جايين يتعلموا اللي هم امانه في رقبتنا. انا بقوم بدور حرام ان انا اقوم بيه. فحضرتك بتقول عندك بلاوي سودا في الدرج؟ ايوه. بتشيل منهم كل يوم مطاوي وسكاكين يا باشا وعملنا. يا باشا انا بطلع لوحدي بره المدرسه اجيب العيال من الشارع عشان البلطجيه ما يتعرضولهمش. والشرطه مشكوره بتبقى موجوده وبتساعدنا. يعني الوجود الامني موجود 24 ساعه ورغم ذلك العيال دول مالهمش رادع. محدش عارف يرضاهم. يعني ايه يا فندم محدش عايز يعرف يرضع طلبة يا فندم؟ يا باشا ده طالب، ده طالب في المدرسة. والطالب ده جاي يتعلم ولا جاي الطالب ده هو ولا 100 طالب ولا 1000 ولا 2000، عندنا 20 مليون طالب يا فندم. ايوه سيادتك عندنا 20 مليون طالب فيه منهم كله بيندس مص التعليم مالهمش حق انهم يتعلموا اصلا. حرام يتعلموا. حضرتك بتتابع يا فندم الصوره دي تعرف الاولاد اللي فيها دول؟ ايوه عارفهم. عارفهم كويس وبحمي اولاد الناس منهم. وللاسف ورقه صغيره كده بيكتبها ولي الامر اذا كان ايا كان شغلته بيكتبها كده بيجي المحقق ويجي وازاي تكلم الطالب وازاي تعمل. يا باشا انا مسكت العيال بمطاوي بره المدرسه راحت وليه الامر اشتكتني وقالت ان انا ضربت ابنها. صدقوا وليه الامر وما صدقونيش. فحضرتك بتقول الاولاد دول معتدين يعني على الكلام ده؟ معتدين الكلام ده من السنه اللي فاتت واتخذت معاهم مليون اجراء. ولولا انا موجود في المدرسه العيال دي كانت عملت حاجات كتير غير اللي حصل النهارده. غير اللي حصل يا باشا جابوا مولوتوف ورموه على المدرسه اثناء الامتحانات وبلغت وجبت الشرطه. يا نهار اسود حضرتك بتكلمني على مولوتوف كمان؟ ايوه جابوه رموه على المدرسه. انا بتكلم بصراحه يا باشا انا بتكلم بصراحه ما بعملش الا ربنا بس. لا لا اتكلم بصراحه احنا ورانا غير الصراحه. انا بتكلم بصراحه الطلبه دي اللي عملوا الواقعه بتاعت النهارده واستعانوا بالبلطجيه جابوا ازاز مولوتوف وصناديق كاكولا مليانه سبيرتو وانا مسكتها وطلعت مسكتها وجم اهل الخير من المنطقه ساعدوني في الموضوع ده وشلنا منعنا كارثه وطلع يجرم هربوا مني في الشوارع. الكلام ده السنه اللي فاتت. السنة اللي فاتت ورجعوا اتعلموا تاني. ورجعوا تاني دخلوا المدرسة. مفيش يا باشا ما بنقدرش احنا ما بنقدرش نكلم طالب. انا على قد اللي بقدر اعمله ان انا بمنع اي جريمة او اي احتكاك. فحضرتك بتقول لي انه رموا مولوتوف ومحدش خد معاهم اجراء قانوني. ما اتخدش اجراء قانوني يا باشا. ومعروفين بالاسم. دول ولاد مين في الدقهلية؟ ولاد مين يا فندم دول؟ يا باشا ايا كان ولاد مين؟ لا يعني مين اللي على راسه ريشه ده بتقول لي مولوتوف وترامي ومحدش عمل له اجراء يا فندم قانوني؟ والله سيادتك اللي بقوله لسيادتك ده اللي حصل. حضرتك مسؤول عن الكلام ده مش كده؟
مسؤول. لا الكلام ده حصل بتقوله حاجات صحيحة حصلت يعني. حصلت بقى على مرأة ومسمع من الجميع. يا فندم أنا مش في المنصورة. يا باشا احنا بتقولي. يا استاذ احمد احنا في عصر المكاشفه والمصارحه مش هنضحك على بعض ونبين الصوره ورديه. ما عشان كده حضرتك معانا يا فندم عشان تشرح الراي العام الفوارق دي. يا باشا الراي العام كله لازم يتكاتف معانا والبيت يتكاتف مع المدرسه. يا باشا دي مؤسسه تربويه المفروض ما يستحقش يدخلها الا اللي يستاهلها بس. طب اتكلمت مع اسر الطلبه دول قلت لهم ايه يا فندم؟ يا باشا جبنا اسر الطلبه دول وكل ولي امر يجي معلش المره دي معلش الحكايه دي معلش ويتدخل واحد من هنا ويتدخل واحد من هنا وتخلص الموضوع. قلت لهم احنا مش هنفوق الا ما يحصل كارثه او الاقي عيل ميت او او او. العيال دي امانه في رقبتنا لازم نحافظ عليهم زي عينينا. فحرام حرام اما يجي ابن ناس جاي يتعلم ويجي ابن بلطجي يعمل فيه كده واحنا موجودين. الواقعة بتاعت النهارده في حد كان معانا من الشارع عبد السلام بيقول لك مأجرين بلطجي، صحيح مأجرين بلطجي ولا حد؟ ايوه يا فندم مأجرين. ايوه يا فندم هم كانوا جايين بالتروسيكل على بال ما جريت وراهم جروا قدامي. حضرتك شفتهم يعني؟ انا يا باشا بص انا في المدرسه ال 12 ساعه ولا الخمس ساعات اللي بقعدهم ما بسكتش. للمحافظه على المدرسه يعني انا مش من دوري ان انا اطلع بره في الشارع. فايه اللي طلعك في الشارع النهارده يا فندم؟ يا عشان احمي الطلبه. وكنت عارف بره انهم هيعملوا مشكله النهارده؟ لا ما كنتش عارف بس انا الحس الامن عندي عالي شويه. برافو عليك. طب لما خرجت لقيتهم جايين على التروكسيكل عملت ايه يا فندم؟ لما خرجت يا باشا المنطقه كلها فضت لان هم بيشوفوني بيخافوا وبيجروا. فلما لما خرجت لقيت المنطقه كلها متامنه ولقيت الشرطه موجوده والحمد لله والامن تمام التمام. دخلنا عشان نشوف شغلنا لان كان في امتحان. ايوه. في لحظه سمعت صوت السكاكين. سكاكين؟ سكاكين بيضربوها كده يعني هي حته ايه يعني بيوريهم ان احنا هو اهو حته ارهاب. ده في الشارع ولا في المدرسه؟ في الشارع يا باشا بره. الشارع بره المدرسه. طلعت جري بره على ما طلعت جري بره كان الولد اللي هو البلطجي اللي مأجرينه ده ضرب فرد الخرطوش وضرب التروسيكل قدامي. على ما جريت لقيت نفسي لوحدي بجري وراهم. نعم. جريت وراهم جروا عند شارع المدارس وطبعا دخلوا في الشوارع الفرعيه. ما عرفتش لا لا لا, لا سيادتك انا لو وصلتهم انا لو وصلتهم دول عشان ولادي اللي في المدرسه ما حدش يصيبه انا لو طلتهم انا ما كنتش هسيبهم. فبتقول لي اللي مأجرينه ده حسب حضرتك ده كان ملسم فعلا ولا عارفه؟ انا ما اعرفوش. بس كان ملسم؟ بس سيادتك ما كانش ملسم هو لابس شال كده ابيض. يعني مغطي نص وشه كده. بس والاربعه والاربعه اللي هم الطلبه اللي عندنا في المدرسه محوطينه فهم طبعا عارفيني وعارفين ان انا مش هسكت. اول ما لمحوني طاروا. لا يعني يا باشا لولا خروجي بره. يا باشا لولا خروجي بره. وانا بحييك والله والله العظيم الله يكرمك. بحيي حضرتك يا استاذ حسين ولكن حضرتك يكرمك. لو سمحت يا فندم بتقول لي اللي كان مسلح ده هم كانوا محاوطينه يعني عاملين له حمايه. هم راكبين تروسيكل. هم حواليه في التروسيكل وهو في وسطهم. ويعني الاربعه اللي من المدرسه حواليه في التروسيكل. نعم. والملسم ده كان في وسطهم. ايوه. ضرب الخرطوشه انا كنت طالع من الباب الحته اللي هو ضرب منها يعني مسافه بيني وبينه مثلا 150 متر. ده كويس ان حضرتك بعيد عنه كانت هتبقى مشكله. يا باشا مش مشكله انا فداهم. كان هيبقى عندنا شهيد النهارده في المدرسه. يا باشا انا فداهم انا فدا ولاد الناس الكويسين. هم كلهم امانه في رقبتي. فحضرتك بتقول هو ضرب ليه على الطلبه اللي بيبصوا ما ضربش ولا دول هم اللي كانوا خناقه معاهم؟ يا باشا ده غشيم ده واحد غشيم وجاي بيترسم وجاي بيرهب العيال التانيه. هو ما يقصرش ان هو يعور حد. بس هو بيضرب على المدرسه ارهاب للعيال اللي هم عاملين معاهم المشكله. يا استاذ حسين ممكن تقول لي شغلانه سيادتك ايه في المدرسه دي يا فندم؟ تقول لي حضرتك بالظبط وظيفتك ايه يا فندم في المدرسه؟ مدرس دي. اول لغه فرنسيه. لغه فرنسيه. ايوه. كويس. فحضرتك كل الكلام ده حضرتك بتابعه. ايوه. بتشرح امتى الحصص يا فندم للناس؟ يا باشا انا معايا حصصي واسال الطلبه بتوعي. يعني حضرتك بتشرح حصصك وبعدين تخرج الشارع تشوف الناس واخرج والف حوالين المدرسه.